فشت السيطرة، أي فيديو شغلته تمام؟ قيم ايدك واجريك وفهمين شو بدي احكي. مبين كأنك تطلعي انت؟ بدي نفس المنظر تمام؟ بحكي لك القاعدة، احنا بنقل لحظة التعديل اللي بدون توقف بعدلها في لحظة ظهور الشارع في طرف شاشة السيطرة من أقصى الشمال. طلعي بالكاميرا لحد الآن شو مبين؟ أقصى التراب مبين شيء؟ ارفع الكاميرا لفوق كمان لفوق، أيوة بدون اعوجاج مستقيم. أول ما يبين طرف الشارع قولي لي يبين. بين. ها؟ شفتي كيف بين بالجزء هذا؟ شايفتي؟ هاي اسمها لحظة ترجيع الستيرنج تمام؟ وين رجعت السيارة؟ مستقيمة. طيب صوري لي الستيرنج. الستيرنج هاي أنا لفيت شمال على الآخر تمام؟ صوري شاشة السيطرة، أول ما تشوفي الشارع احكي لي بين. شو شاشة السيطرة صوري. بين. طلع ستيرنج، حط الكاميرا على الستيرنج. كيف رجعتي، سريعة ولا بطيئة؟ طلع حطي على شاشة السيطرة ولا كانت هادية؟ هادية. وصلت الفكرة؟ فهمتي علي ولا لا؟ فهمت. فهمتي شو اسم هاي الحركة؟ اسمها لحظة التعديل. شو اسمها؟ لحظة التعديل. كم قاعدة علمتك؟ علمتك سر الستيرنج وكيف أوجه العجال السيارة على هدف ثابت واستقامة الجسد ولحظة التعديل. كم قاعدة تعلمتي معي؟ خمسة. أربع قواعد. أوكي. صعب؟ فهمي علي؟ والله فهمي. والله الله يسعدك. هاد.